اسمع مني وتعال نخبر عمك ابو محروس. لك ما بدي اقول له. اخي ليش ما بدك تقول له؟ والله ما عاد استوعبتك. لك يا اخي اذا قلنا منين جبتوا المصاري شو بدنا نقول له؟ نعم اي والله. والعمل؟ والله ما بعرف اخي. لك شغله، تعال نحن نتصل فيه. هيك ها يقبرني الله. فوت لك هيك ابو ضرار اول واحد هذا الاربعاء. مش تغطية. إذا مسكت تغطية وقتها سير بقى. لك الله لا يوفق هيك عالم بجاه، كل مين له جاه عند ربي. شو الناس عم تطف مصرياتها من على الشجر؟ لك شو بدها جملو؟ ليش هيك ضايج ومعصب؟ ما في شيء مزون، تعالوا افطروا تعالوا. وفق جيب شاي وتعال تسمم. زكي هات كراسي. عم بيقولوا إنه في حرامية شفط ونص جنوطة سيارات ضاحية السيارة. لا شو هالحكي؟ مشان سرقة جنوطة السيارات ما هي؟ لك الدنيا مقبولة فيها. يخرب بيت قلبهم شو ولادين حرام. بجاه اليوم الفضيل اللي سرق جنوطة السيارات. لك يعرف رقبتهم بجاه واحد أحد. آمين يا رب العالمين آمين. اللهم آمين. يلا تفضلوا افطروا. سموا بالله. يلا ناولونا ناولونا حق الفطور على السريع. مدوا يدكم على عبكم. يلا سلام عليكم. هذا اللي طلع معك. تعال لك عم نمزح قول بلا جدبي. كلنا حنفطر حساب موفق. يلا حبيبي قول صحتين. لا حول ولا قوة إلا بلمسيك. لك يا حبيب القلب ومندفعاته، حكي معه لهذا أبو الضرياطي، خذ وعطي، كل مليون إلا ما ينزل. حكي لك كلمة أبو الليل. معه حق ابن خالتي. ها بكرة بس يسمع انه معنا 6 مليون بقول لك تعاخذوا لهذا رفيقكم. يا اخي بس والله اذا حكى ابو محروس احسن. ما هي لك بلا ابو محروس بلا ابن خالتي. احكي احكي. هات 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 لك انا بدي احكي. هات لك لحظة شوي يا زلمة. شو عم تعمل انت؟ ما بدنا نأمن على صالح انه كيف بده يجي؟ محلولة لك ابن خالتي. انت لا تسلموا المصاري لحتى يدق لك صالح ويقول لك انا صرت بالسليم، ساعتها حول له المصاري لابضرار. ايوه هي هذا هات الجوال لك. ها يا زلمه هو كثير قلقان انه ما يوافق. لك قول يا رب قول يا رب. الو شلونك ابو ضرار؟ شو اخبارك؟ اخي من الاخر انا امنت 6 مليون بيمشي حاله. ما هي الله وكيلك عملت مليون شغله لحتى امشي الحال. طيب امتى انزل على بيروت؟ يعني رح تعطيني حدا اتصل فيه؟ ايه تمام. ايه بس وينك ابو ضرار؟ انا ليره واحده ما بعطي حدا لحتى اطمن انه صالح صار بمنطقه امنه ويطمني عن حاله. ها هي عم اقول لك. مشي تمام. طيب في مجال احكي مع صالح؟ بس احكي معه كلمتين يعني بس لاطمن عليه. شو يا زلمه ما صدق له 6 ملايين فورا وافق دغري وافق. قلنا لك هذا الحديث يا حبيب القلب ومنتفعاته. الله يخليكم ابو خالتكم ابو الليل. اخي كبير يا اخي. خلينا نروح عند النقيب غسان ونخبره احسن. اي والله لازم نروح لعنده فورا، اصلا هو بيكون سمعان كل المخابره. خطوا لك خالتي. يلا كيفك دكتور؟ اهلا بخير. ولا شيء في كم سؤال لازم اسالك اياهم. Thank you.
العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. معك مين؟ يلا نروح على البيت. يلا بدي روح على الفرع. على الفرع؟ في عندي شغل. لا روح على البيت بلا جنانة. شو بدي ساوي بالبيت؟ روح على البيت بلا جنانة سيد. على العافية شباب. طمني عنكم. ايدك شلون؟ اه تمام. وانت احمد شوفوا في غير هاي؟ لا خفيفة. على العافية. على العافية. الحمد لله على السلامة. الله يعافيك. خليل وسارة وينهم؟ طلعوا. سيدي تسمح لي؟ في معطيات جديدة؟ يلا تيسر الله معك. حالي. شرف. معه يا نار. يلا. يا احمد. يا سيدي. على البيت. بدي مر على الفرع بس. على البيت لا تاخذ تعطي. يلا تيسر. الحمد لله على سلامتك. وراي يا ابني. سيادة الوزير. أهلا. أهلا سيادة الوزير. شو بدنا نسوي؟ مستهدفين. نعم. قلنا الله سيادة الوزير. لا لا الحمد لله ما في شيء. بس المرافق تبعي شوي هيك رجله حتى رايح. اي اكيد. اهلا معالي. اهلا. مع السلامه. اكيد عالي مو دكتور. شوف يا سيدي ما في شيء. شحطوا بهدوء يا شباب بهدوء. عندك؟ تمام. خد احكي معه. يلا. الو مازن. مازن انا تعبت كثير. هون مازن. هون. شو سمعت صوت حبيبك؟ يلا قريبا بيكون عندك. خد هات. خد. بس توصل على أقرب ضيعة تحكي على الرقم الموجود على الموبايل وبتخبر صاحبك إنك وصلت بخير وسلامة. بس كيف بدي روح؟ من وين؟ روح هيك. يلا أناني حليب سيدي. أناني حليب؟
والله لنسيك الحليب اللي رضعته. والله مش حاطوا لي اياه. شرفها بحليب، هاتوا صندوق. سبيله لفارس وتهديداته كتب تعهد وقلعه خلاص خلصنا. ليش عم تهدي حالك؟ كيف بدي كان يهدي حالي؟ كل ما بمسك طرف الخيط طلع لنا عقده كبيره. حتى لو ما بيسوى هيك دخان كثير وتعصيب زياده. لا ما بيسوى. ينال روح ارتاح. يلا سيدي انت اللي لازم ترتاح. مزبوط انت لازم ترتاح. لك شو بعد استاذ احكي لك كلمه. جميل لك جميل. شو في لك؟ مين هدول؟ وفاء خلص اهدى. جايين نهد. شو تهد سيدي؟ شو تهد؟ الله يستر عرضك يا سيدي. بوس ايدك يا سيدي شاء العمر. وفاء عم بقول لك اهدى. لك شلون بدي اهدى هلا؟ بدنا نهدوا لك يا جميل. شلون اهدى وسد حلقك وخراس سمعنا للاخر. لك عم يقول لك بده يهد. لك خلصنا. انت مخالف وهاد لازم ينهاد. الله يستر عرضك يا سيدي. الله يستر عرضك يا سيدي. يا استاذ من شاء الله. والله عم ننام بالشارع. نحن جماعه درويش ومتعيشين على حب الله يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله كمان الشباب الزراف وما بيرضوا لك الاذيه. خلاص شباب هدوا له شوي من هالجنب هاد. على مهلكم على مهلكم. الله يستر عرضكم. الله يستر عرضكم. لك جميل جميل احكي لك كلمه. الله يستر عرضكم. لك من شان الله يا سيدي. عم لك من شان الله. بكفي شباب. سيدي هي تعبئه الشباب وهي التعاون والنشاط. منيح هيك؟ تمام. يلا امشوا شباب. لك جميل انت متفق معه؟ متفق لك ماني متفق. قولي لك قولي لك تحويشه العمر هاي. والله قلبي صابر رجلي. لك حاجه تندب باذن الله تحويشه العمر رح ترجع وراح ندوزنه ونبيعه احلى بيع. وفاء يا رب يا رب يا رب. احلى وفاء حبيب قلبي. شري والله يا شباب اللي عملتوه معي ما رح انساكم ايامي كل عمري. تفضلتوا على راسي. انت من يوم يومك حبيب القلب ومتفعاته لك صالح. عيب هالحكي يا رفيقي. لك على راسي يا ابو زيك. ابن خالتي ما بدك تحكي لنا شو صار معك بهالمغامره العظيمه؟ شو ما صار معي يا ابو الليل. بتعرف اكثر واحد ممكن تكرهه بالحياه؟ ايه. مستحيل تتمنى له يصير معه مثل ما صار معي. لا يا صلوح انت ابو ضاي وبتلقى. والله يا زكي لو بتشوف كفه لو بضرار بس يبدك يا 50 كيلو حبيب ساعتها بتشوف اذا بلقى ولا ما بلقى. لا يستر العرضك. لا بدي كف بضرات ولا غير وانا لقيان نفخه. المهم اللي انت كيف وصلت لهون؟ وصلت على ضيعه وسلموني للجيش. وبتعرف الجيش اخذني وحقق معي فيشولي والحمد لله ما طلع لي شيء. ورحت على المشفى حبيب وطببني الدكتور وطلعت اموري الحمد لله مقبوله يعني. وقال لي فيك تنزل على الشام وانا نزلت على الشام فورا. يلا حبيب الحمد لله على سلامتك ان شاء الله. الله يسلمك يا مسلم. وينك؟ بننزل عند النقيب غسان. ها خبرني بالله امتى؟ وانا بالمشفى بحمص وبس نزلت على الشام حكيته وقال لي تعال ريح اليوم وتعال بكره. معناتها بكره بنروح معه. والله قال لي تعال لحالك. خلص هو لحالك. صب شاي ليل. صب. ايه تكرم. الحمد لله على السلامة يا ابو خالتي. لك حبيبي يا ابو الليل. لك شو في؟ رح تبلش الانتخابات يعني لازم تشوف خلقتهم.
وبعد ما تخلص الانتخابات شو بدنا نساوي؟ كل شي بيننا انتهى. ها؟ بس باين عليه ابن حلال وأكابي وبياخد العقل. لك موفاء، لك حبيبي مشكلتك انه ربنا خلاك تشوف بعين وحدة. ايه وفاء ايه؟ يعني اعور بالله؟ ايه والله. تفضل تفضلوا. الرحمن الرحيم. شبك؟ بتخرب بيتك انت، نقصتيني. شبكي انت؟ شبك وينك؟ تقبريني لازمني 25,000 ليرة بس دين. ها رجع لك ياهم. يعني هيك كنت عم بشتري شغله ولازمني شويه مصاري. جايب لي الشنطه كمان. نو ايه موفر وقت. خود هي 15,000 ما معك غير. شو ما عرفتك صايره مثقفه والله. تري جرايد؟ لا مثقفه ولا شيء، هي الجريده تركتها المحققه. شوف يا حرام، في ولد ميت واقع بالريجار. لا ايه شلون هاي؟ عم يقولوا بالجريدة انه غطية الريجارات عم تنسرق والبلدية لسه مو مسكرتها، وقع وطلع بعد رايح حرام. الله يكسر ايدين اللي كانوا السبب. هات الجريدة. خلص رجع لك. ابن خالتي بلكي مو نحن السبب. شلون يعني شو دخلنا؟ ايش في حدا غيرنا؟ لك شو في يا شباب؟ شو عاملين؟ نسلم حالنا للشرطة. ابن خالتي مشان الله طلع من راسنا وحاجة غباءها، ما بكفي تسببنا بموت ولد وحيد لأهله؟ لك شرطة شو؟ وموتة ولد وحيد شو؟ يا جماعة حدا يفهمني شو صاير؟ شو عاملين؟ لك أنا بس بدي أفهم الأم وين كانت لما راح ابنها؟ لك شو دخل الأم بالسيرة يا زلمة؟ لو كان في خطأ على البطيخ الريجار ما كان صار يلي صار، حاجة تبرر بقى. لك يخرب بيتكم إذا هالحكي صحيح. لا تقولوا لي كنتوا عم تسرقوا أغطية الريجارات. لك مشان شو؟ مشانك حبيبي القلب مشانك. ايه مشانك ابو خالتي، مشانك اشتغلنا كذا شغله لعصفور لحتى طالعناك. لك عصفور؟ لك عصفور شو بيعمل بيغطية الريجارات؟ انا قايم روح لعند عصفور يا شباب. لك حدا يفهمني شو عم يصير؟ بعدين بنفهمك. قوم نلحق قبل ما يقترب عصفور. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معقول؟ حتى كفرسوسة مسحتوها؟ شو رحنا خلينا قرنة تعتب علينا وما سرقنا منها؟ ايه بس ما بعرف انه هيك رح يصير. ايه وهلأ هيك صار، شو الحل؟ اخي انا شو بيعرفني شو الحل؟ ما في حل، امر الله وصار. اه هلأ صارت امر الله؟ طب ابن خالتي هي ما علي دية؟ دية؟ وحق الله نحن كلياتنا بدنا اعدام. يلا قوموا يلا يلا على بيوتكم، بكرة الصبح بتكونوا مزروعين عندي هون، في شغلة ظريفة ورزقتها حلوة. يلا الله معكم يلا. الحمد لله على السلامة مرة تانية. أهلين. شو ما شاء الله عليك صاير مثقف انت الثاني. لا يا معلي انا الثقافة بعظامي. ادخيل عظامك انا الابر، حط الجريدة من ايدك روح ساوي لي شاي. يلا لك يلا بسرعة. لك قوم خلصني. اي زيد عفوا كيفك؟ تعالوا انتو جهاد لعندي عاوزكم. يلا ما تأخروا بسرعة. الله معك مع السلامة. لو كنا مثل العالم والخلق ما كنا سأوينا هيك.
والله ما عم بقدر صدق انه نحن السبب بقتل الولد. يا ترى شو بتكون امه عم تحكي عليك؟ لك شو بتكون عم تقول؟ الله يصطفل فيه، الله يكسر ايديه. يا رب يا رب، انت الوحيد اللي بتعرف ليش هيك عملوا رفقاتي. سامحهم يا رب، سامحهم يا رب، سامحنا يا رب. انا من دون ما اشوفه للولد، من دون ما اشوفه حسيته حبيب القلب ومنتفعاته. سامحني يا ربي. بالله سامحنا يا رب. خبره انه ما كان قصده لأزيه.